الدكتور قال لي انت يعني ما كنتش عايزه اخدك وكده، ده ما ينفعش خالص، وانت ظاهر تعرضتي لستريس كتير قوي الثلاث سنين اللي فاتوا، فالاميونتي سيستم عندك او المناعه ضايعه تماما، فالانتيبيوتكس مش بتعمل حاجه معاكي، فلازم ندخل نشيل مناخيرك خالص، ايه ولازم تحط ندخل نشيل مناخيرك خالص؟ خالص بالغضاريف بالعظم بكل حاجه، ولازم تهيئي نفسك نفسيا ان انت هتعيشي من غير مناخير حوالي 6 أو 7 شهور، لان احنا هو دخلني العمليات 3 مرات في 3 أسابيع، مره عشان يدخل يعمل الباس ده اللي هو يعني يطلع المده، ومره يحط درنقه عشان يجرب ان هو يتخلص من المده، والمره الثالثه دخل شال المناخير خالص. لا 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 معلش معلش يا ريهام، يعني ايه شال المناخير؟ يعني هو قال لي ريهام انت مش هتبصي في مرايه ومش هتشوفي حد، وهتضطري تسيبي شغلك، لان لما بيبقى فيه ميكروب فظيع كده، وجاب لي حتى مثل بحوريه فرغلي، قال لي بصي حوريه فرغلي كان عندها ميكروب، انت حالتك اسوأ من حوريه 6 مرات، فالميكروب ده غير ان هو ممكن يعني يتنقل للمخ بسرعه جدا او العينين، خطر جدا ان هو يفضل، لازم ندخل نشيل كل حاجه، ولازم تهيئي نفسك 6 شهور انك هتعيشي من غير مناخير. المهم طبعا يعني اتضغطت نفسيا جدا وكنت منهاره طبعا بتاعه، وقال لي بصي ما عندكيش اي نوع من other choice، هو ده بس. المهم دخلت اوضه العمليات وانا فاكره ان انا اول ما فقت رحت حاطه ايدي على مناخيري. وشي كده، المهم لقيت مناخير، فما فهمتش يعني. فالدكتور دخل قال لي بصي احنا عملنا كونسولتو وقفنا قدام شكلك، قلنا انك هتطلعي تنتحري لو شفتي شكلك. طب اي حد مش انت بس، يعني اي حد يبقى من غير مناخير هيتضايق يعني. لا، واحنا كمان يعني احنا كمان بالذات يعني احنا الناس بتتريق علينا كده كده، فما بالك بقى ان يعني واحده شايله مناخيرها. بس انا كنت يعني كنت عشان هو الاول كان بيقولي ان خلاص حياتي في خطر وان انا هموت دلوقتي وان ما ينفعش وان انت مش فاهمه ان الميكروب اللي بيوصل في الحته دي. خلينا نكمل. صحيتي حطيت ايدك على مناخيرك لقيتي مناخيرك موجوده، قال لك احنا عملنا كونسلت وقلنا ان انت لا يمكن تعيش بلا مناخير، وبعدين احنا خدنا ريسك وده محتاج معجزه انه يحصل ان المناخير دي تو سرفايف، يعني ان المناخير دي تعيش، لان انت الميكروب كان دخل على الانسجه وعلى الجلد جوه اكله خالص، تاكل من كتر الميكروب ما كان متفحش، فاحنا يعني قلنا ان اي غضاريف او اي حاجه، انت عارف مناخيرك دي لما بتتعمل تجميل او مش زي ما ربنا خلقها، لازم تحط لها شبكه عشان تمسكها، سبورت او دعم من تحت عشان تمسك اخر المناخير مثلا بتاع، فكل الحاجات دي ما ينفعش يحطها لان الحاجه ما ينفعش يعمل تجميل يعني لازم. فهو راح مفضي وداني، فاتح وداني واخد الغضاريف كلها اللي في وداني الاثنين، وباني بيهم مناخير من غير حاجة تدعمها. فقال لي بصي في العادي الأنسجة لو ملتهبة ما ينفعش نحط عليها غضاريف حتى لو بتاعتك. فأنا واخدين ريسك يمكن 10% إنك تعرفي تعيشي كده.